لو سالتكم ما هي اسباب الدعاء المستجاب فلربما يجيب الكثير ان يدعو على طهاره مستقبلا القبلة رافعا يديه يتحرى اوقات الاجابه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ويكون ويكون اكله حلالا وهذا كله مهم جدا لكن يا اخواني في في الدعاء اسرار الدعاء هذا عميق موضوع عميق جدا. تعالوا نتحدث عن بعض المعاني المتعلقة بالدعاء. يعني مثلا شكاية الحال. شكاية الحال إلى الله في الدعاء. <applause> اسمع لقول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني أنا محتاج إلى خيرك يا رب، أنا بحاجة فالله سبحانه وتعالى أعطاه حاجته يعني جاء طريدا خائفا جائعا وحيدا فأعطاه الله المأمن والمأكل والمشرب والمنكح والعمل انظر إلى قول أيوب عليه السلام رب اني مسني الضر يشكو حاله اني مسني الضر يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إذا شكاية الحال مهمة في الدعاء والواحد لابد له ان يشتكي ان يش يعني يشكو الى احد، لابد ان يخرج ما في نفسه. والشكوى للمخلوقين مذمومه، اذا الى من يخرج الانسان شكايته؟ الى الله. يشكو حاله الى الله. آه الانبياء في سوره الانبياء اربعه. اربع انبياء جاءت قصتهم في سورة الانبياء <applause> وكل واحد قال بعد ما عرض قصته فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له اولهم نوح عليه السلام شكى الى الله الكرب الذي هو فيه لاحظوا شكى الى الله الكرب الذي هو فيه قومه الذين هددوه وصلت القضية الى التهديد بالقتل والاستهزاء والسخرية واضطهاد أصحاب الذين معه فدعا ربه قال الله فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم كذلك أيوب عليه السلام لما أصابه المرض 18 سنة قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ثم ذكر ذنون عليه السلام يونس لما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ظلمات ظلمة الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت هو ايش قال لا اله الا انت الالوهيه سبحانك التسبيح التهليل والتسبيح والاعتراف بالذنب اني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونبذناه اخرجناه من مكان ما يعني لا يخطر بالبال ثم زكريا عليه السلام كان وحيدا ما عنده ولد يريد ولدا وليس فقط للدنيا يعينه في الدنيا لا يرثني ويرث من آل يعقوب ويكون وليا معه في تبليغ الدين والدعوة إلى الله ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين شكى حاله ربي لا تذرني فردا أنا وحيد ما لي ذرية وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى